في حد فوق يا طيب؟ في احد؟ ما راح اذيك ترى، بس ابغى اتكلم معاك ولا راح اسوي لك شيء. اتوقع انه ما في احد يا جماعه، تصدقوا والله شيء غريب يا جماعه. اسعد الله صباحكم بكل خير حبيت المتابعين في كل مكان. يوم جديد معكم الليله المغامر عبد الله العنبري في مغامره جديده. طبعا مغامرتنا الليله في مكه المكرمه في قصر عليه قصص مره كثيره، وفي سبق ناس دخلوا هذا الموقع وصرت معهم احداث. والليله طبعا انا متجه الى هذا الموقع، انا ما عملت فيه جوله استكشافيه ولا شفت ولا شيء، بس من خلال المقاطع والصور اللي وصلت عندي والفيديوهات اللي وصلت عندي شفت المكان. هو تقريبا في وسط حي لكن فوق جبل شوي. ان شاء الله باذن الله انا بعد شوي متجه لهذا الموقع واشوف ايش في ايش ما في في هذا المكان. وكالعاده اي ملاحظه اي استفسار اكتبوا على هاشتاج تويتر مغامر عبد الله العنبري او ارسلوا على الخاص. دعواتكم والحافظ الله، وهلا هلا بالدعم وهلا هلا بالنشر. عاده انا ما اقول يعني ابغى منكم دعم ومنكم نشر، لكن ان شاء الله انتم جيش المغامر عبد الله العنبري وانتم متابعين وانا طيب وانتم تستاهلوا كل خير. واسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا انا دخلت الموقع، الموقع عبارة عن عمارة قديمة جدا، ما ادري كم لها الله اعلم. واول ما دخلت قسم بالله في ريحة جدا قذرة في المكان صراحة، ما ادري ايش الريحة دي، ما اقدر افك الكمام نهائيا. اعذروني اذا كان الصوت واطي، ركب السماعات عشان تسمعون الاصوات زي الناس. ونقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. طبعا الأخوان اللي أرسلت لهم الموقع، موقع توازدي، طبعا شخص واحد ولا يعرف الموقع ويتابعني الآن. ونقول بسم الله توكلت على الله. بسم الله سمعتوا؟ في أحد؟ شوفوا كيف يا جماعة، استغفر الله طاح دقت راسي في هذا طاح على جسمي توسخت. والله العظيم غرفة الحارس طبعا لقيت المدخل الأساسي للقصر، شايفين؟ في أحد؟
مبدع جدا حتى لو سمحت. شوفوا كأنه شيء معلق وراسه هناك بيدين ورجلين الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد هنا؟ جواب على السريع. في لحاف. درجة الحرارة قسم بالله حرارة غير طبيعية. بسم الله. في أحد؟ ما حد حدث حاجة. لكن في فوق أحد. في أحد؟ الله يخوف عليكم في مشغولين. تخيلوا تخيلوا دحين واحد هنا كذا بشعر عيونها حمرة كذا تطلع كذا من البانيو وتجي زي هذيك الحرمة اللي تطلع من البير شعرها كذا مغطية، عرفتوا؟ اللي تطلع من البير تطلع من هنا. لا كم شوفوا ثلاث سيارات. بسم الله. حمام يا جماعة، حمام حمام. بس يخرش الواحد صراحة. كفاية أصوات بس قاعد يخرش الواحد كمان. أجمل شيء في المغامرة لما تكون لوحدة تستمتع، تعرف إيش اللي صاير. الله إيش ده. في أحد هنا؟
تحط لي. في أحد هنا؟ سمعت صوت غريب يا شباب. نقفل اشوفه كيف. هو يا جماعة شكلها هذا الغرفة المقفلة طبعا انتم شايفين. القول اظن هذا من الهواء يا جماعة، والله شيء غريب. اتمنى يعني خفيف الضغط بس اشمعنى ما تحرك. غريب، سمعت الصوت لكن والله من جد من جد شيء غريب صراحة. حول ولا قوة إلا بالله، والله يحرك من كل مكان. هذا اللي قاعد يحرك في الفندق، لكن في أحد يحرك. شوف فوق. هذا الغرفة شكلها مقفلة طبعا يا شباب. طلعت السطح يا جماعة، آخر دور. طلع الأخير، اطلع لا خلنا ننزل خلاص كذا. في أحد في المكان؟ لا في أحد. لا في أحد فوق يا طيب. في أحد؟ ما راح أذيك ترى، بس أبغى أتكلم معاك ولا راح أسوي لك شيء. أتوقع إنه ما في أحد يا جماعة، صدقوا
والله شيء غريب يا شباب.